السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف والاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه اسمع فلوج. فيديو ديال اليوم غنشارك معكم الحنه 7 شهور ديالي اللي جات على غفله. ضيعتها الخير اختي، جات قالت لي حنا مجموعين مجموعين، علاش ما تحنيش الحنه 7 شهور؟ وزعماتني وحنيت. كيف ما كتشوفوا هنا البنات غادي نبخروا الخضيره كامله. عندنا بطاطا، لاريكو، قريعه، خزو، كل شيء درناه في هذا الكسكاس هذا وغادي نفوروه. وبالنسبة لهاد الخضيرة هذه غادي نرافقوها مع نص حولي هنصيفطوه للفران. بالنسبة للبنات داك نص حولي كنصيفطوه غير اللحم، ومول الفران كيصوب له الزبدة وكيقادو، يعني حنا ما كنديرو له التشرميلة لا حتى شي حاجة. هنا كيف ما كتشوفوا راني شحرنا خضيرة كاملة، كنديرو البنات زويته. بالنسبة لاريكو كنديرو ليه واحد طريز ديال التومة محكوك والمعدنوس ومليحة ولا بزار، قريعة هي مليحة ولا بزار والمعدنوس، وضروري من الزبيدة باش كتشحر لك داك الخضيرة. المهم هاد الخضيرة هادي باش نرافقوها مع الحولية، راكم عارفين كتجي زوينة، داك لي دام وداك الشي كتلقاي ما تاكلي. هادي بطاطا مشرملة هي، خزو مشرمل، ودرنا شوية ديال الزعلوك. راكم عارفين البنات الزعلوك مشوي كيمشي مع الحاجه المشويه حتى هي كيجي زوين. ايوا وهاد النهير هذا غنشاركو معكم البنات بالتفاصيل اللي درت. بالنسبه للمملحات البنات اللي غادي تشوفوا معايا في لا فيديو، انا فايت مشاركه معكم بزاف في القناه، ديما كنشاركهم معكم، وهذا الشيء كله راه بين ليله ونهار، يعني شي حاجه اللي مكتبه لك راها مكتبه لك. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا انا كنصوب طبق ديال التقديم ديالنا، انتما كتشوفوا فرشت الخس في الجنيبات. بالنسبه لهاد الطباسله البنات حنا كنتعاملوا مع واحد التخيطوغ اللي خدم لي في عرسي واللي كيخدم لنا دائما، عطاهم لنا فابور، يعني ما كريناهم ما حتى شي حاجه، جبناهم من عنده وحطينا فيهم. كيف ما كتشوفوا كتجي فيهم الحطه زوينه، كيجيو مبهجين. الحوتات اللي عندنا في الدار صغيورين، ما كيجيوش فيهم ما تجيش فيهم الحطه زوينه. وهنا كيف ما كتشوفوا مرات بابا كتقلي لي زعلوك، ماما الثانيه الله يخليها لي حتى هي كتفرح بيا الله يعطيها الخير. هنا كيف ما كتشوفوا هي كتقلي زعلوك باش هو نرافقوه مع اللحيمه، واختي قدامها كتصوب لافارس ديال ليكيش. مع هنايا راني كنت قربت نولد، يعني راه 7 شهور في التالي، 7 شهور انا درت الحفله، يعني راه تقاليت وكرشي كبرات. ايوا مساكن وقفوا معايا الله يعطيهم الخير وفرحوا بيا من الاول حتى للتالي، من نهار درت الخطوبه هما فرحانين معايا وكيوجدوا معايا، كل شيء واقف، كاين اللي واقف مسكين بيديه وكاين اللي واقف بجيبه، الله يعطيهم الخير. وهذا يخط علينا العائله البنات، واللي عندها شي عائله الله يخليها لها. كيف ما شفتوا هنا البنات هذه لافاكس ديال لي كيش، راني مشاركاها معكم بزاف ديال المرات. ايوا وهذا الشيء اللي كتشوفوا حنا كنوجدوا لهذا النهير هذا، درنا الغداء وغادي نديروا الكوت ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنايا انا وجدت الطباسل بجوج بيهم باش غير وصلوا الطباسل من الفران، حطينا داك الساعه باش ما كيبردش اللحم. راكم عارفين اللحم ديال الغنمي كيكون فيه داك الشحمه وداك الشيء، الا طولته غيجمد وما يبقاش الصراحه ضل الله زوين. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا كتكونوا موجدين الزين ديالكم باش تزينوا داك الحولي وداك الشيء، يعني كل شيء كيكون واجد، غير كيوصل كتزينوه بالزربه وتحطوه للضياف ديالكم. كيف ما شفتوا هاد الحولي هذا من عند الجزار للفران، يعني ما مشرمل ما حتى شي حاجه، وهكاك جا غزال الله يعطيه الصحه على التطيبه ديالو، جا فن. هانتوما كيف ما كتشوفوا طايب بزبده.
وهنا وجدت الصوانيه ديالي ديال الحنه كيف ما كتشوفوا. هادو هما المعنات اللي شريت في الحمام ديال عرسي، انا كنستخدمهم دابا في اي مناسبه كنستخدمهم. كيف ما شفتوا كيجيو زوينين. صوبت هاد البلاطو هذا باش نحطو ان شاء الله منين نكون كنحني. هاد الزليفه هادي حطيتها ديال هادي ديال الحمام، طاسه الحمام باش ندير فيها الزليفه ديال الحنه. وهنا كنستفاد شويه ديال الصابلي اللي صوبت عند مولات الحلوه، هادي نيت اللي صوبت لي في العرس تبارك الله عليها، عندها الحلوه غزاله. اللي بغات النمره ديالها تواصل معايا البنات في لي كومونتير ونعطيها النمره. وهاد المحنشه هادي جابتها لنا واحد السيده في العائله الله يعطيها الخير، جات حضرات معانا الحنه ودارت لنا هنايا واحد العشيه دازتنا غزاله، عطاتنا شويه ديال الحديد شويه ديال الذكر كان في هذا النهار ديال الحنه، ودازت لي حنه غزاله صراحه الله بلا نوايا الله يعطيها صحيحتها. حتى هي جات وشرفتني بالحضور ديالها. كيف ما كتشوفوها هي الطفيله ديالي وجدات، وحطيت الطرز ديالي اللي شاركته معاكم في الجهاز كيف ما كتشوفوا جا غزال حتى هو، كنستعملو زعما في المناسبات يعني كنفرش به الناموسيه ديالي، وإلا كانت شي حنينه ولا شي حاجه كنحطو. كيف ما شفتو كيجي مزيون، ها انتما كتشوفوا. وبالنسبه للبيبي ديالي حتى هو وجدت له بنتي، وجدت لها في حالي هاد الطرز هذا، وجدت لها ليزار وكل شيء دابا نشاركو معاكم. وهنايا جات الحنايه الله يعطيها صحيحتها حتى هي، اللي بغات نمرتها البنات غادي تلقاها في صندوق الوصف ان شاء الله غادي نخليها لكم. كيف ما كتشوفوا حنتها غزاله وديها تبارك الله خفيفه، ها انتما كتشوفوا هذه هي الطبيله. بالنسبه للمملحات البنات راني كنشاركهم معكم دائما. وهاد الحليوه هذه عند السيد اللي قلت لكم في الفيديو ديال البيبي شاور صوب لي عاوتاني هاد اللبسه، والبسبوسه البنات راني تاهي مشاركها معكم في القناه. وهذه هي الطبيله ديالي. مهم البنات فرحت براسي واخا على غفله صراحه الله ما خلونيش بلاش، ما كنتش ناويه على الحنه 7 شهور، قلت انا درت البيبي شاور صافي بارك والحمد لله كتبت لي حتى الحنه ديال 7 شهور. وكيف ما كتشوفوا لبست اللبسه ديالي ديال الجهاره اللي كنت لبستها في الخطابه، راكم غتكونوا شفتوا الفيديو. وهنا هنايا كندير الحنينه ديالي الله يعطي لكل وحده ما تمنات، ولا يحرم شي وحده لا من حنه العروسه ولا من حنه ديال 7 شهور ولا حنه ديال النفيسه. الله يسهل على كاع البنات وعلى اي متتبعه كتفرج فيا وكتبغيني. انا كنبغيك واخا ما كنعرفكش، واخا انتي متبعاني وانا يا كنشارك معاك حياتي وانتي ما كنعرفكش. الله يسهل عليك الله يعطيك ما تمنيتي. كيف ما قلت لكم البنات يعني البساطه راه هي كل شيء، الحمد لله هادشي وجد بين ليله ونهار وفرحت براسي والله القسم. لا ارتجتني على حنه، لا فرحه فرحه الحمد لله كتبت لي وما كنتش ناويه عليها والله، وجاتني هكا جات فرحه، جات احسن من شي حاجه كتكوني مخطاه لها. يا عمز حمد
وكيف ما شفت البنات، هذه هي الحفيلة ديالي البسيطة، ما كان فيها لا شطيح لا رديح، كانت فيها الحنينة كيف ما شفتو. دارت لي زوينة يعني عشية بسيطة، وكيف ما قلت لكم بين ليلة ونهار. كنت منها لأي وحدة الله يفرح الجميع البنات. وكيف ما شفتو هذه هي الحلوة اللي كانت رائعة البنات، واللي بغات شي حاجة، بغيتو الحلوة ولا بغيتو الكاطو ديال الدواز داتاي ولا بغيتو الحناية، تواصلوا معايا البنات في لي كومونتير، راه كنجاوب عليهم كاملين. ولو وصلتي حتى لهنا ما تنسيش تخلي لي واحد اللايك واحد الكومونتير اللي كيشجعوني وكيخلوني نزيد شوية لقدام ونصور لي فيديو ونحط على القناة. شكرا البنات بزاف على الدعم ديالكم، وكيف ما كنقولكم دائما انا بلا بيكم ما نكونش، الا خطاكم عليا شكرا بزاف بزاف. وهاد لا كلاص البنات، هذا راه كلاص خليناه من غوزالي، يعني راه كاينه في مدينه فاس، راه باتيسري كدير لي كلاص لي زوينين. وشاركت معكم لا كلاص ديال الخطوبه، وهذا هذا كيقولوا له قنبوله. المهم البنات، كنتمنى نكون كنفيدكم ولو 1% بالنسبه للبنات اللي محتاجين شي حاجه. وكيف ما كنقولكم دائما بلا بيكم ما نكونش، وشكرا لكم بزاف بزاف، والى فيديو اخر ان شاء الله.